أني لو ما أخاف تنفضح الحقيقة كان ما أدري سويت. يا بنيتي، وهذه صديقتك أمل هم ما كان لازم تقولك على هذا الموضوع. بابا أمل نيتها طيبة، بعدين هي كلش ضاجت من آمنة، حتى أنا ردت أتدخل وكرم ما خلاني. أني لو بيدي أدافع عنك قدام العالم كلها. بنتي، أنت متأكدة كرم يحبك؟ إيه؟ زين، واثقة منه؟ أكيد. خلص، لا تقولي له. زين، أخاف إذا قلتي له يعوفك يا بابا. بنيتي، إذا أطلب منك طلب تنفذي؟ أكيد بابا، أنت تأمرني أمر. شوفي بابا، أنا بصراحة ما حب طلعاتك وطباتك ويا كرم، وبعدين لازم أهلك يعرفون بهذا الموضوع. خواتي يعرفون، بس ماما وبابا جمال لا. بنتي ما يصير، لازم أمك تعرف وبابا جمال هم يعرف، ولازم هو كرم يجي للبيت من بابه. انت هيك تريد؟ اي بابا، بس بشرط اني راح اقول للكرم، واذا هو تخلى عني معناته هو ما يحبني وما يستاهل حتى ادخل البيت. بابا نور خير، هاي رقبتك شبيهه. ما بيها شيء. بنت احكي لي، شلون ما بيها شيء؟ تعرف شنو؟ رادوا يبقوني بالشارع واني دافعت عن نفسي، فشوي تأذيت. سلامتك بابا، سلامتك. الله يسلمك. بس بنتي لا تنسين، خلي كرم يزوركم للبيت. يلا نور، ما راح تحكي لي؟ اوف كرم، راح تبقى تلح. زين ليش جينا لهنا؟ قلت لك راح احكي لك، لا تبقى تلح. بعد ليش ما حكيت بمقطع نوصل؟ راح احكي، راح اقول، اصبر. ها وصلنا، راح تحكي هسه؟ يلا احكي. يلا نور احكي. انت راح تجي من البيت؟